عبر صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السعودية لإنشاء مدينة نيوم، مؤكدا بأن الخطة السعودية لبناء مدينة نيوم أظهرت أن التعاون الاقتصادي الإقليمي عاد من جديد. وكشف الصندوق في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء عن خفض توقعات التضخم بدول الخليج في عام 2017 حتى انخفض من 3.5 إلى أقل من 1%. كما رفع الصندوق في تقريره لتوقعات العجز المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017 بواقع 0.5% إلى -5%، مع خفض توقعات العجز المالي بدول الخليج في 2017 بواقع أقل من 1 إلى أكثر من 6%.